ابراهيم المصري لاعب فريق النادي الاهلي. ابراهيم بقول لك مبروك الفوز بكاس الكؤوس، لكن على الهواء مباشره عايز اخد تعليق منك على الفوز بالبطوله النهارده والمباراه النهائيه والختاميه امام الاتحاد الليبي. اكيد طبعا الحمد لله على الفوز دوت، بطوله مهمه جدا جت في وقتها بعد ما خسرنا السوبر من اسبوعين. ما كانش في توفيق في السوبر، خلاص قفلنا صفحه السوبر وتعهدنا ان احنا ننسى السوبر ونفكر في اللي جاي. عندنا ثلاث بطولات جامدين، ابتدينا اول بطوله النهارده الحمد لله كسبناها. لسه الموسم طويل زي ما بيقول، لسه اسبوعين، كل اسبوع ببطوله. ان شاء الله الاسبوع الجاي هنكمل الدوري، عندنا خمس ماتشات مهمين جدا لو ربنا كرمنا فيهم ان شاء الله هناخد الدوري، وبعد كده عندنا الكاس. طبيعي ان تكون المباراه النهائيه هي اصعب مباراه، لكن اجمالا يا ابراهيم انت شايف اصعب مباراه كانت مين؟ والله هي مباراه النهارده صعبه جدا برضو، يعني الناس شايفاها سهله، احنا بنستعد كويس جدا للفرق عشان مش عايزين مفاجات زي ما سبورتنج خسر من جي اس كي. فاحنا كنا بننزل كل ماتش عشان ما يحصلش مفاجاه، بننزل بنلعب كويس جدا، بنستعد للمباراه كويس جدا، بنتفرج على الفيديوهات، بننزل كل ماتش نلعب جامد، نعمل سكور، نريح بقيه الماتش. كنتوا قلقانين على محمود عاصم لما خد قدمه قويه او يعني اصطدم بالمرمى وخرج، لك الحمد لله اطمنتوا عليه لما دخل الملعب. طبعا محمود عاصم لعيب كويس جدا، لعيب هايل، ليه مستقبل، لعيب مهم. زي ما قلت لك احنا مش هدفنا بطوله افريقيا دي بس، لسه عندنا دوري ولسه عندنا كاس، فكل لعيب في الفرقه مهم جدا سواء لعب او ما لعبش النهارده. بس الحمد لله هو سليم دلوقتي الحمد لله. شكرا جزيلا.